الاندفاع الجديدة، كما نشكر كذلك أعضائه الكرام سعادة الدكتور مبارك بن حمد الشايق الشهواني، ونشكر أيضا مدير اللجنة العام وهو السيد ناصر بن سعود الشافي، كما نشكر كل العاملين في هذه اللجنة المنظمة. مشاهدينا الكرام، نبدأ مع هذا المسار الأول ونبدأ مع هذه الصدارة مع شاهين للسيد عبد الله بن راشد الزقيب المري. نتابع وإياكم المركز الثاني، يصل هنا غياض للسيد الحميدي بن علي بن مقارح المري. نتابع المركز الثالث، ومن يصل في المركز الثالث شعار البريدي مع مزاح جابر بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي. نتابع وإياكم المركز الرابع، ومن يصل في المركز الرابع مسيحان للسيد متعب بن تركي بن راشد المري. بينما هنا في المركز الخامس، ومن يحتل المركز الخامس يصل لفريج أو فريح للسيد سالم بن محمد بن حلفان. هكذا تعرفنا مشاهدينا الكرام، نعود وإياكم إلى الصدارة. يا سلام الله، هناك التغيير من الجانب الأيمن، تغيير شعار بن مقارح من الجانب اليمين، الله، ولكن هنا البريدي مشاهدينا الكرام يصل هنا مزاح جابر بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي، وهنا في المركز الثاني يصل هنا شهين لعبد الله بن راشد الزقيبه، وهنا في المركز الثالث اللي غير في المركز الثاني غياض للسيد الحميدي بن علي بن مقارح المري. يا سلام الله 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 الله، هكذا مشاهدينا الكرام، البريدي يريد التوقيت الزمني، يريد التوقيت الزمني، التوقيت الزمني الأفضل، التوقيت الزمني الأفضل يا البريدي. يا سلام الله، جابر بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي مع مزاح، مع مزاح وسلالة مزاح، هذا هو مزاح مشاهدينا الكرام، الله يا مزاح، مزاح مزاح مشاهدينا الكرام، مزاح يحتل المركز الأول، مزاح هو الأقرب للناموس، مزاح مشاهدينا الكرام، تعود ملكية مزاح للسيد عبد الهادي جابر بن عبد الهادي بن حسين البريدي المركز الثاني. يصل شعار الحميدي بن علي بن مقارح المري المركز الثالث. المركز الثالث يصل هنا فريح للسيد سالم بن محمد بن حلفان. أما المركز الرابع يصل في المركز الرابع كيف للسيد محمد بن راشد بن سعيد بن قربان. أما المركز الخامس ويصل في المركز الخامس شهير للسيد عبد الله بن راشد الزقيبة. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، وكانت نتيجة شوط الختام. نعود وإياكم إلى شعار البريدي، السيد جابر بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي ومع مزاح بالتحديد. هذه لحظة وصوله إلى خط النهاية، دقيقتين 15 ثانية جزئين من الثانية. نهني جابر بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي على هذا الفوز. أما المركز الثاني فيصل هنا شعار بن مقارح الحميدي بن علي بن مقارح مع غياض، قاطع المسافة في زمن وغدرة دقيقتين 18 ثانية، أربع أجزاء من الثانية. نهني الحميدي بن علي بن مقارح المري على فوزه بالمركز الثاني. والمركز الثالث يصل هنا أفريح دقيقتين 18 ثانية، سبع أجزاء من الثانية، سالم بن محمد بن حلفان، نهنيه ونتقدم له.